تمت حالتنا على مس تأديب في جويلة في بتاريخ 15 جويلة بالنسبة للأربع طلبة بكلية العلوم بأفساج المهدية وطالب على مس تأديب إسات المهدية يوم 18 جويلة. القرارات التي تم اتخاذها في مجلس تأديب الكليتين هو الطرد بالنسبة لثلاث طلبة، الطرد من جامعة ميسلين، بالنسبة لثمان الطلبة طرد من جميع الجامعات التونسية. ثلاثة طلبة المطرودين من جامعة ميسلين تم إبلاغهم بقرار الطرد. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في الزوز اللي مازالوا اللي هما مطرودين من جميع الجامعات، حيث لم يتم إعلامهم لحد هذه اللحظة بقرار المنتخب فيهم. سلطة الإشراف مش عاطي أهمية للطلبة المطرودين واللي تهمتهم والتهم القيادية بتقتلهم على إثر نشاط نقابي. كل ما نمشوا نتفاوضوا مع سلطة الإشراف، أي مرحبا بك، أجي نشوفوا حل، ما ثماش حل، إحنا نطبقوا في القانون. كيفاش طبق على القانون على خمسة طلبة مطاردين على إثر تحرك نقابي؟ على اثر الوضعيه المتازمه هي قررنا دخول ابتداء من يوم الثلاثاء اليوم 23 سبتمبر دخول في اضراب جوع، حتى التحقيق المطلب الاساسي هو رجوع الطلبه للدراسه وحقه في التاسيس في كليته. نحمل وراء وزارة التعليم العالي ونحمل لوسي أي مكروه يصير للطلبة المضربين على الطعام اللي هم مش في فلكو ضربات الجوع متاعهم حتى تحقيق المطلب، ولا نحمل زادة مرة أخرى وزير التعليم العالي لأي مكروه يصير على الطلبة، لأنه الحق في التقسيم مكفول. لا بأس، لا بأس، مكملين